أكدت الشرطة السويدية أنها اعتقلت نحو 100 شخص يشتبه ارتباطهم بثماني شبكات إجرامية استطاعت تحديدها في أكثر المناطق تعرضا للعنف في ستوكهولم، وذلك ضمن عملية نفذتها بداية العام الحالي. ومن بين المعتقلين قادة عصابات متهمين بجرائم قتل ومخدرات. تتعرض شركة سويدية كبيرة لهجوم إلكتروني واسع منذ نحو أسبوع حتى الآن، حيث هاجم المخترقون أنظمة تكنولوجيا المعلومات بفيروسات ضارة ليلة الجمعة الماضية لابتزاز الشركات والحصول على الأموال مقابل إزالتها. أظهر أحدث استطلاع للرأي أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لا يزال يحظى بالشعبية الأكبر بين الناخبين السويديين، يليه حزب المحافظين مسجلا النسبة الأفضل منذ عام 2018، في حين سجل حزب اليسار تقدما ملحوظا وكان التراجع الأكبر من نصيب حزب البيئة. قالت وزيرة المالية ماجدالينا أندرسون إن الحكومة تدرس إمكانية منح المطاعم دعما ماليا إضافيا لمواجهة تداعيات كورونا، وخاصة بعد منع تقديم المشروبات الكحولية في المطاعم بعد الساعة 10 مساء. وأشارت إلى أن الحكومة قدمت مؤخرا مقترحات موسعة لدعم الشركات في الأزمة. أكد عالم الأوبئة أندرو سيجنل أن خطر إصابة الأطفال بفيروس كورونا لا يزال منخفضا، وأن عددا قليلا من الاختبارات لأشخاص تقل أعمارهم عن 19 عاما تعطي نتيجة إيجابية، في حين أن خطر انتشار العدوى هو أكبر بين المدراء وموظفي المدارس الذين يتعاملون مع أشخاص بالغين. وذكر أن العدوى تنتشر بشكل رئيسي بين الأشخاص في الفئة العمرية ما بين 20 و60 عاما. مزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا www.actor.se.